مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا السادس في المجموعة المخصص لفيات الابكار لقاية المهجنات رسائل. مسافتنا هي 5 كيلومترات. ننطلق في هذا الشوط ونتعرف على الاسماء المتقدمة. دمعة العلي بن عبيد بن رشيد الكتبي من يتواجد على المركز الاول وعلى مغتبة هذا الشوط. يقدم لنا دمعة على المركز الاول وعلى مقدمة هذا الشوط، والمركز الثاني الواصلة في هذه اللحظات اللي وصلتنا في هذا الانطلاق الممتاز. هذه الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من يتواجد على المركز الثاني ويتابع انطلاقة هذا الشعار. وهناك المركز الرابع او المركز الثالث، هناك شود على راشد بن سرداع بن عبيد الكتبي من يقدم انطلاقة واندفاعات هذا الشعار. والشاهنية ايضا على المركز الرابع لهجنة الشبة مع المضمر سالم بن سعيد من يتابع انطلاقات هذا الشعار واندفاعاته الجميلة. على المركز الرابع والمركز الخامس هناك الوصول في هذا الانطلاق المميز والرائع. هناك على المركز الرابع ايضا الواصلة في هذا الانطلاق شجون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مطهر بن محمد بن ضبيعة الكتبي، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من الشاهنية لهجنة الشبا مع المضمر سالم بن سعيد، وأيضا الوصول في هذا الانطلاق المميز والرائع. الواصلة بكل قوة هذه الشهب لعبيد بن محمد بن ضبيعة الكتبي من يقدم شهب في هذا الشوط وفي هذا التحدي المثير. وأيضا الوصول في هذا الانطلاق من المايدية الحمد بن مطر بن محمد بن رفيعة الفلاسي من يتواجد مع هذا الشعار ومع هذا الاسم الغوي والخطير. لكن نعود الى المركز الاول، هذا هو نداون الاول، ومن هنا تحول الى مقدمة هذا الشوط والى المركز الاول والى الانطلاقات الممتازة والى الاندفاعات الجميلة مع المركز الاول ومع مقدمة هذا الشوط ومع مقدمة هذا الشوط البداية الأولى. هناك العودة إلى بن رشيد، العودة إلى بن رشيد إلى المركز الأول وإلى مقدمة هذا الشوط. من يقدم لنا دمعة؟ من تندفع بهذا الانطلاق الممتاز وتندفع بهذا الانطلاق المميز على البداية الأولى؟ العلي بن عبيد بن رشيد الكتبي على المركز الأول. هذه دمعة تتسيد موقف هذا الشوط بانطلاقها المميز وب شعارها الغني عن التعريف على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من يتواجد على المركز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من يتابع انطلاقة هذا الشعار واندفاعاته الجميلة وانطلاقاته المميزة في هذا الشوط وفي هذا التحدي المثير. وأيضا الوصول في هذه اللحظات اللي وصلتنا وتحركت في هذا الانطلاق، هناك بسرداح يقدم شودة، راشد بسرداح بن عبيد الكتبي يتواجد في هذا التحدي المثير. وأيضا الوصول اللي وصلتنا وتحركت في هذه الانطلاق المايدية الحمد بن مطر بن محمد الربيعة الفلاسي من يتواجد في هذا التحدي المثير. وأيضا الشاهنية الغادمة الشاهنية لهجنة الشبا مع المضمر سالم بن سعيد، والأسماء الغادمة والأسماء المميزة في هذا التحدي المثير وفي هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة. الله البداية ومقدمة هذا الشوط مع دمعة مع المركز الأول ومع المقدمة هذا الشوط. إذا هذه دمعة على المركز الأول، علي بن عبيد بن رشيد الكتبي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. لكن هناك أيضا الواصلة في ثاني المراكز، هذه الظبي لزمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من يتابع ويتابع ويراقب انطلاقة هذا الشعار واندفاعاته الجميلة وانطلاقاته الرائعة والجميلة. الله والشاهنية غادمة في المركز الثالث لهجنة الشباب مع المضمر سالم بن سعيد من يتابع انطلاقات هذا الشعار.
وايضا الوصول في هذه اللحظات اللي وصلت لها وتحركت في هذا الانطلاق المميز والرائع. الله البداية الاولى ومقدمة هذا الشوط، دمعة على المركز الاول، دمعة على البداية الاولى، علي بن عبيد بن رشيد الكتبي 1200. يا من تتابع، يا من تتابع، يا من تشارك في هذا التحدي الجميل. الله الله، البداية الأولى مع الشهنية أو مع دمعة، دمعة والشهنية قادمة في المركز الثاني. هنا دخلنا إلى أجواء الكل الخطير يا أبو عبيد، هنا البداية الأولى ومقدمة هذا الشوط. إذا دمعة والشهنية، الشهنية ودمعة، تنافس مستمر ما بين الشهنية ودمعة هنا في هذا التحدي المثير. وبن زرداح يتواجد على المركز الثالث، لكن خلاص البداية الأولى، تحدي ثنائي ما بين دمعة والشهنية، دمعة تقود الشوط من البداية حتى هذه اللحظات، والشهنية تبحث عن النقطة السادسة لهذا الشعار، لشعار هجن الدشبة في المركز الثاني. ما شاء الله على هذا الانطلاق الجميل، ما شاء الله. وأيضا دمعة، دمعة والشهنية، الشهنية ودمعة، لمن الفوز، لمن الانتصار؟ لكن الشهنية، الشهنية ودمعة، دمعة والشهنية، لمن الفوز، لمن الانتصار في هذا التحدي الثنائي، في هذا التحدي الثنائي؟ ولكن هجن الدشبة على البداية الأولى، غيرت 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 الشهنية إلى المركز الأول، إلى موقع هذا الشعار، إلى موقعه الصحيح مع المركز الأول، مع مقدمة هذا الشوط. سلام يا الدشبة، سلام، سلام لهذا الشعار، سلام على انطلاقاته المميزة، على هذه النوعيات الممتازة، النقطة السادسة لهذا الشعار ولهذا الاسم، لاستانينا والناموس لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على انتزاع الشهنية، نقطة هذا الشوط، النقطة السادسة. المركز الثاني دمعة لعلي بن عبيد بن رشيد الكتبي، والمركز الثالث هناك ايضا الشهنية لهجنة الدشبة مع المضم رسالة بن سعيد المركز الرابع، هناك لابن سرداح المركز الخامس، لابن الهناوي. التوقيت الزمني هو 7:56 ثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.